هذا شباب. السلام عليكم. مايك. مرحبا بكم. ومرحبا بالقناة الوطنية نيوز في محل أبناء الحاج بريك رحمة الله عليه. ونقول لكم صح رمضانكم. وكما تشوفوا في الخيورات تاع رمضان إن شاء الله رأي خير كبير. مرحبا بكم في هذا المحل. والمحل هذا رأي الحرفة هذه رأي أب عن جد. نقدم فيها يعني أسرة كاملة تقدم في هذه الحرفة هذه ومحافظين عليها. ورأي لجميع الأصناف لمريض لكبير لصغير يعني أي واحد يحوس على حلوى رأي موجودة. ما سمعت بلي تخدموا حلوى طبيعية فيها مواد طبيعية؟ مواد طبيعية نخدموا حلوى الشوفير بالزبيب للرياضيين ليمارسوا رياضة كمال الأجسام. وعندنا ثاني كوكوية ثاني نقص السكر مشهورة نقص السكر مليحة للناس اللي الأمراض بالسكر ينجموا ياكلوها. عندنا بالجوز باللوز بالحرقوم لي موديل كل كاينين. الإقبال يجيكم من الولايات؟ الإقبال يجيبنا من كل الولايات من كل الولايات مشهورة يجيبنا من كل الولايات راحت حتى للخارج راحت حتى للدول العربية راحت للسعودية راحت للإمارات راحت يعني لقطع بلدان.